نكمل حديثنا عن اليوم الدولي للغة الإشارة، والآن سيكون لدينا نقاش خاص حول سبل وطرق دمج فئة الصم والبكم في المجتمع وحول أبرز الصعوبات التي تواجههم. كل ذلك تطلعنا عليه ضيفتنا الدكتورة نسيبة جلال، وهي متخصصة في التربية الخاصة. دعونا نذهب ونرحب بها. اهلا وسهلا فيك معنا دكتوره نسيبه. يعني صراحه بدانا حلقتنا وتحدثنا فيها عن لغه الاشاره واهميتها واهميه تعلمها، لربما الانسب السؤال الاول قد يكون هل لدمج يعني الصم والبكم في المجتمع يجب علينا نتعلم ولو القليل او الامور البسيطه من لغه الاشاره لحتى نندمج معهم وندمجهم في المجتمع؟ نعم، هو يفضل في الحقيقة أن يتعلم بعض الأشخاص المحيطين بالأشخاص المعاقين سمعيا، سواء الأسرة أو الأقارب أو حتى في الأصدقاء، لغة الإشارة حتى يستطيعوا التفاعل بشكل صحيح مع هؤلاء الأشخاص ويساعدوهم على تطور مهاراتهم الاجتماعية. لكن الدراسات تؤكد أن المعاقين سمعيا يعيشوا في مجتمع السامعين، فلا لابد أيضا للمعاقين سمعيا أن يتعلموا هم أيضا كيف يتفاصلوا مع الأشخاص السامعين، كون العالم هو عالم السامعين والفئة الأقل هي المعاقين سمعيا. نعم، طيب دكتورة، يعني لو تخبرينا أكثر عن أبرز الصعوبات الحياتية التي يواجهها أو تواجهها هذه الفئة في مسألة التعامل والاندماج مع محيطها. تؤثر الإعاقة السمعية أول ما تؤثر على مهارات التواصل اللغوية المهمة للتفاعل الاجتماعي في البيئة بفاعلية. فلذلك دائما تركز برامج التربية الخاصة ومنذ يعني الطفولة المبكرة على أهمية تطوير مهارات التواصل اللغوي لدى الأطفال المعاقين سمعيا، وأيضا تطوير المهارات الاجتماعية. فبالتالي هذا الطفل منذ أن يكون صغيرا تظهر عليه علامات الإعاقة السمعية. نعم. والإعاقة السمعية هي يعني في الحقيقة تكون ضعاف السمع وأيضا الصم والبكم. فهؤلاء الأطفال خاصة المعاقين سمعيا بدرجة بسيطة أو متوسطة لهم حق كامل بالاندماج في التعليم في المدارس العادية، وأيضا تثبت الدراسات العلمية أن الكثير منهم استطاع تحقيق ذاته والوصول إلى يعني وظائف جيدة في المجتمع من خلال تعلم مهارات مختلفة. أيضا فئة الصم أيضا استطاعوا أيضا الوصول إلى تطوير مهاراتهم التواصلية سواء باستخدام لغة الإشارة. لكن الآن يعني المنهج العالمي في مع المعاقين سمعيا هو استخدام المنهج التكاملي الكلي. نعم. بمعنى أن حتى المعاقين سمعيا الصم لديهم بقايا سمعية نستطيع من خلالها استخدام التواصل الشفهي، هم يستطيعوا قراءة الكلام. نعم. هم يستطيعوا قراءة الشفاء، فأيضا يستطيعوا من خلال ذلك التواصل مع السامعين في المجتمع وتحقيق مستوى من الاندماج بهذا المجتمع. نعم. طيب دعينا نأتي لدور المؤسسة والمؤسسات التعليمية الخاصة بهم فعليا، ما دورهم لحتى يكون في لهم أنه يساهموا فعليا في دمجهم في المجتمع وعدم انعزاله عن محيطه؟ الإعاقة السمعية هي طبعا فئة من فئات التربية الخاصة التي لا يستطيع الفرد من دون تقديم خدمات داعمة له تطوير خدماته التواصلية والاجتماعية. وهذه المراكز بالذات المراكز التعليمية لابد أن تعمل على تطوير مهارات هؤلاء الأطفال منذ أن يكونوا صغارا، ودعمهم أيضا عندما يكونوا كبارا بتخصيص بعض الأعمال المناسبة لهم. نجد بعض الدول خصصت بعض الأعمال فقط للمعاقين سمعيا، مثلا الكوي، مهارة الكوي مخصصة في بعض الدول للمعاقين سمعيا. أيضا يعني في مجال الحقوق هناك أيضا بالقانون الدولي نظام الكوتا الذي يجعل المعاقين سمعيا بعض الوظائف التي تفرض على صاحب المؤسسة أن يعني يوظف المعاق سمعيا. المعاق سمعيا هو
شخص عادي. بس معلش أنا بدي يعني حابة أوقف شوي عند موضوع نظام الكوتا. يعني عندما نتحدث عن نظام الكوتا وكأنه عم نحكي عن منحة إحنا بنعطيهم إياها، مثل ما حضرتك هو ذكرتي هو نعم يعني هو شخص عادي، لكن المشكلة تكون أحيانا في آليات الدمج من البداية. ممكن تكون مهاراته أفضل بصراحة من مهارات الشخص اللي هذا يملك حواسه. هذا ما الدراسات العلمية أن بعض الأشخاص المعاقين سمعيا يعملوا في الحقيقة أكثر من الأشخاص العاديين، بيركزوا أكثر. نعم، لأن لديهم مجال واحد تحقيق الذات، فبالتالي تثبت الدراسات العلمية أنهم يعملون أيضا ساعات إضافية من أجل يعني تحقيق الكفاءة الوظيفية. الشخص المعاق سمعي كما قلت لك هو شخص عادي استطاع تطوير ذاته بطريقة سليمة باستخدام الخدمات أو استفادة من خدمات التربية الخاصة. نعم. أنا شخصيا عندما كنت في الجامعة الأردنية كان معي أيضا مجموعة من الأفراد المعاقين سمعيا، بعضهم يدرسوا في التربية الخاصة، بعضهم يدرسوا في مجالات أخرى. نعم. فالمعاقين سمعيا استطاعوا الوصول أيضا إلى المراكز الجامعية، استطاعوا الوصول إلى يعني وظائف جيدة في المجتمع، لكن طبعا هم بحاجة دائما إلى دعم المراكز التعليمية والمؤسسية حتى يصلوا إلى التكيف في المجتمع بشكل سليم. نعم. نعم. طيب في حال أنه يعني كان في عنا في العائلة ذاتها شخص أصيب بالإعاقة السمعية، الأهل شو الأمور اللي لابد أنه ياخدوها بعين الاعتبار للتعامل مع هذه الفئة، إدماجه في المجتمع ليكون مؤثر في المجتمع، تطوير مهاراته أيضا؟ الطفل منذ أن يكون صغيرا حتى ينمو بشكل سليم هو بحاجة إلى الحب. لذلك لابد من إظهار الحب لهذا الطفل بشكل مستمر، تقبيل الطفل، احتضان الطفل، التحدث مع الطفل بعبارات محببة هو يسمع. يعني أنا قلت لك أن الكثير من المعاقين يسمعوا، فبالتالي هذا الطفل هو له حق أساسي بنيل المحبة كل جميع الأطراف الموجودين في هذه الأسرة. أيضا هذا الطفل لابد أن نحاول تطوير مهاراته، نبدأ بالمهارات البسيطة، فدائما نوقل له مهامات بسيطة، أنت أحضر الخبز، أن ترتب المائدة، فنستطيع بهذا الشكل تطوير مهاراته تدريجيا. أيضا تعليمه المهارات الأساسية في الحياة، تناول الطعام بطريقة صحيحة، ارتداء الملابس بطريقة صحيحة منذ أن يكون صغيرا بشكل تدريجي وباستخدام مهارة تقسيم المهمات. بمعنى عندما أنا أذهب إلى الحمام لأغسل يدي أصطحب معي ابني الصغير إذا كان يعاني من مشكلة عن طريق التأشير والنمذجة أمامه، هو سوف يشاهد لأنه يعتمد على البصر بشكل كبير في تطوير مهاراته، فشيئا فشيئا ستتطور لديه هذا المهام تدريجيا. أيضا لا ننتقد هذا الطفل. هذا الطفل في الحقيقة يعاني بشكل كبير في سبيل الاندماج في هذا المجتمع، قد تصدر عنه نوبات الغضب وهذا موجود لدى المعاقين سمعيا، كونه يعاني من ضغوط نفسية شديدة. عندما أبادل نوبات غضبه بالهدوء هو يتعلم مني فيما بعد كيفية التعامل مع المواقف المختلفة بهدوء. أيضا عندما أحاول تعليمه المهارات المختلفة ستقل الضغوط النفسية الموجودة لدى هذا الطفل. أيضا هناك أهمية في دمجه بمهارات مع الأطفال الآخرين. كلما اندمج مع الأطفال الآخرين واستطاع لعب مهارات مختلفة وألعاب متنوعة معهم مثل لعب الكرة، يستطيع اللعب هو في الذهاب إلى الحديقة والاستمتاع بألعاب مختلفة هي لا تحتاج السمع بشكل كامل. إذا هذه المهارات تزيد من ثقته بنفسه. من المعروف أن هؤلاء الأطفال لديهم انخفاض في الثقة بالنفس لأنهم لم يكتسبوا المهارات. فبالتالي عندما أشجع أنا وأركز على نقاط القوة الموجودة لدى هذا الطفل، كل طفل لديه نقاط قوة، عندما أكتشف مواهب هذا الطفل وأركز عليها وأحاول زيادتها ستزيد ثقته بنفسه وسيندمج في المجتمع فيما بعد بشكل سليم. هم يتواصل يعني مع محيطه بشكل أو بآخر. صحيح، هو بحاجة إلى اكتساب مهارات التواصل اللغوي ومهارات التواصل الاجتماعي. جميل. حتى يستطيع العيش في هذا المجتمع. نعم. طب أخيرا، لربما الإعلام أيضا له دور كبير في هذا الإطار، فأخبرينا ما هو دور الإعلام برأيك لحتى يدمج هذه الفئة في المجتمع؟ للإعلام دور كبير جدا بالفعل في جميع المجتمعات بالتوعية بأهمية تقديم الخدمات لهؤلاء الأفراد. الأفراد المعاقين
المرهقين سمعيا الذين نجحوا في التكيف في المجتمع والوصول إلى مراكز جيدة هم في الحقيقة أخذوا خدمات التربية الخاصة منذ أن كانوا صغارا. لذلك لفت النظر وتوعية الأهل بأهمية يعني توفير خدمات التربية الخاصة. هذا الطفل لديه مشكلة معينة في الجهاز السمعي، لن يستطيع اكتساب المهارات المختلفة مثل الأطفال الآخرين. لابد من تقديم خدمات التربية الخاصة لهؤلاء الأطفال، وأيضا الإرشاد الصحيح لهؤلاء للأهل في كيفية التعامل مع المشكلات المختلفة التي يعاني منها الأطفال المعاقين سمعيا. في هذه الحالة نستطيع النجاح بدمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بشكل صحيح. نعم حقيقة، شكرا جزيلا الدكتورة نسيبة جلال متخصصة في التربية الخاصة على كل هذه الإضافة والمعلومات المهمة في هذا الإطار.